تعد المجالس البلدية حلقة وصل بين المواطنين والجهات الأقدر على تلبية احتياجاتهم، وتعتبر رافدا أساسيا للعمل البلدي والخدمي في مملكة البحرين. تدخل في نطاق دائرة العضو البلدي العديد من الاختصاصات والمهام بهدف تطوير الخدمات والمرافق العامة على المستوى المحلي. إشباعا للاحتياجات الشعبية العامة في تقديم الخدمات البلدية، يتجلى دور المجالس البلدية التي قدمت العديد من الإنجازات على المستوى الخدمي في محافظات البحرين الأربع. وأصبح للمجالس البلدية دور أساس في تطوير العمل البلدي والارتقاء به، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات والبرامج والمشاريع للفرد والمجتمع، حيث أصبح العمل البلدي كأحد روافد المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله. كما أصبحت المجالس البلدية حلقة وصل بين المواطنين والجهة الأقدر على ترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتتركز مهام واختصاصات عضو المجلس البلدي في إدارة وتطوير الخدمات والمرافق العامة ذات الطابع المحلي، وتقديم الخدمات الرئيسة مثل اقتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بها، وتجميل وتنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة، واقتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة، بما يكفل الراحة للمواطن ويعطي وجها مشرقا للمملكة. ومع اقتراب موعد الاستحقاق، يستعد الناخبون لاختيار ممثليهم خلال الانتخابات البلدية التي تتزامن مع الانتخابات النيابية، إيمانا بأهمية دور المجالس البلدية في رفد العمل البلدي والخدمي وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.